السلام عليكم متابعي قناة هلوية أم هدى. اليوم غادي نقوم بتحضير الكيك الإسفنجي أو لجينواز، كيجي هائل وسهل التحضير. إلى عجبتكم الوصفة ديال اليوم شاركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبدأ على بركة الله. كنحتاج الكيك الإسفنجي أو لجينواز إلى 6 بيضات، 2 كيسان عنبة بالكاس لبعض كأس الشاي المغربي، 220 غرام من الدقيق الأبيض. بزاف اللي كيقول لي شنو هو كاس العنبة، أنا كنقول لهم كاس العنبة هو كأس الشاي المغربي كنعبرو به حنا هنا في المغرب. بالنسبة للمقادير ديال السكر، 150 غرام سكر خشن، أي كاس العنبة عامر ممتلئ، كأس العنبة وربع كما كتشوفوا. بالنسبة للمذاق اختياري، يمكن لكم تستعملوا أي مذاق عندكم متوفر، أي مذاق كتبغيوه. أنا هنايا عندي ديال الموز، يمكن لكم تستعملوا ديال الفاني، ديال البيستاج، اللي يعجبكم. وكيس من الخميرة الكيميائية. نبداو على بركة الله. كناخذ إناء كنوضع فيه البيض، 6 بيضات، وكنوضع سكر الخشن كاس العنبه، 150 غرام كاس العنبه وربع، وكناخدو لاغون كنديرو القليل فقط باش ما يمرش لينا كما قلت لكم اختياري. انا هنايا غادي نبدا نطرب الخليط على هذا الشكل هذا. هنا من بعد ما تخلط لي الخليط جيدا ولا كثيف جدا كما كتشوفوا، البيض مع السكر ولا كثيف. دابا غادي نوضع الدقيق بشويه بشويه على هذا الشكل هذا حتى نكمل كميه ديال الدقيق. وتخلطوا تاخذوا الفويي وتخلطوا غير بشويه مش ما يهبطش ليكم الخليط. غادي ناخد كميه ديال الدقيق وكنوضعها، وغادي نكمل هذا الدقيق هذا كامل اللي عندي. غادي نستمر بنفس الطريقه وغايب شويه الخليط ديالي باش ما يهبطش ديك البيض، وكان الفويه كندخلها لداخل ونجبد ديك الطحين باش ما يبقاليش في الخليط يتخلط معاه. هنا كما كتشوفوا غادي ناخذ واحد بيكين باودر، نصف ملعقه صغيره من الخميره الكيميائيه على هذا الشكل هذا. غادي نغربلها مع ديك الدقيق اللي بقالي، قليل من الدقيق، وغادي نخلط كلشي بالفويه بشويه. هنا من بعد ما تخلط لي الخليط جيدا على هذا الشكل هذا كيولي القوام ديالو هو هذا كما كتشوفوا. دابا غادي نوضعو في المول اللي سبق لي صوبت ليه هذا الكاغيط هذا. نتوما يمكن لكم تستعملوا المول المدور بهذا القياس، بهذا العبار هذا اللي عطيتكم ديال 6 البيضات، ديروا في ديك المول المدور اللي فيه 26 سنتيم. المهم نتوما شوفوا المول اللي بغيتو اللي كيعجبكم. انا استعملتها على حساب بنتي عندها عيد الميلاد واستعملت هذا المستطيل. دابا غادي نخويه في هذا المول هذا بهذا الشكل هذا. بعد ما خويتها في المول كنسويها بهذا الشكل هذا بالمعلقه في الجوانب ديالها بهذا الشكل هذا، باش كما كتجينيش جهه مايله او جهه عوجة، تجيني كلها متساويه ومزيانه. الجوانب
دابا غادي ندخلها للفرن اللي سبق لي شعلته، خصو يكون لازم يكون سخون عاد تدخلوا لا جينواز للفرن ديالكم. هنا بعد ما طات لي لا جينواز ديالي هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نحيد لها الاطار من هنا ومن هنا، دغيا دغيا محيد دايره الكاغيط، دغيا دغيا غادي يتحيد ليا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. دا هو الاطار اللي استعملت، يمكن لكم تستعملوا اي اطار، يعني ودغيا دغيا كيزول الكاغيط بهذا الشكل هذا. وغادي نقلبها، غادي نقلبها على هذا البلاطو هذا. ولكن بغيت نقول لكم فاش تخرجوها من الفرن خليوها تبرد تماما مزيان، عاد يمكن لكم تحيدوا الاطار وتحيدوا تحيدوا الكاغيط اللي استعملتو. دابا غادي نقلبها بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل باش دغيا دغيا كيزولي منها الكاغيط. هنا من بعد ما قلبتها وحيدت الاطار وحيدت التبصيل او صفيحه الفرن اللي حطيتها فيه، دابا كيزول لي الكاغيط بسهوله. هانتوما كما كتشوفوا اذا ما بغاش يزول لكم الكاغيط يمكن لكم تاخذوا الفرشات ديال البيض ومع كاس الماء ودهنوا هذا الكاغيط هذا مزيان وتحيدوه. ولكن دابا محيت برد ليا، بردت ليا لا جينواز ديالي او كيك الاسفنجي بسهوله، دغيا دغيا كيتحيد لي. هانتوما كيتحيد دغيا دغيا من هنا، وغيب شويه باش ما تضيعش لينا. هنا بعد ما بست لي ليلى لا جينواز ديالي بهذا الشكل هذا، غطيتها وخليتها في كيس بلاستيكي وغطيتها مزيان باش الا قطعتها ما تفرتش ليا. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نقطعها. غادي نطراسي الاول اي في الجنب من هذا الشكل هذا، غادي نطراسي من هنايا عاوتاني باش كتجيني في التقطاع ساهله. غادي نعاود بهذا الشكل هذا من هنا، كذلك من هنايا ثم غادي نقطعها غير بشويه. ديك التراساج كيساعدني انني نقطعها بسهوله. هنا من بعد ما قطعت لا جينواز ديالي بهذا الشكل هذا، غادي نوريكم كتقطع لي نيشان وما كتعواش بهذا الشكل هذا، كتجي هائله ومجابه. دابا غادي نديرها بصيل التقديم، نهزوها بسهوله كتهز لينا فاش كتكون بارده. هو الشكل النهائي نتاع الكيك الاسفنجي او لا جينواز اللي حضرت معكم اليوم، كتجي هائله وهشه. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم شاركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات، والسلام عليكم.